الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية، أهلا بكم. ترأس محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي وكرس الاجتماع للوقوف أمام عدد من التقارير الهامة المتعلقة بنشاطه، منها تقارير عن مؤسسات الكهرباء ومكاتب الزراعة والري والصناعة والتجارة والنقل وفرع هيئة المصائد السمكية. وخلال الاجتماع أكد المحافظ على ضرورة بذل مزيد من الجهد وتحسين جودة الأداء والارتقاء بالعمل الإداري والنهوض بالخدمات في شتى المجالات، والعمل بروح الفريق الواحد لتخفيف معاناة المواطن أو مواطني المحافظة. وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف الجميع في تحسين الخدمات لتلبية طموحات واحتياجات المواطنين. وسمع محافظ أبيان للتقارير التي قدمت من قبل أعضاء المكتب التنفيذي وخطة العمل للعام، وتقييم مستوى الأداء ومدى الاستعداد وخاصة في مجال الكهرباء لاستقبال فصل الصيف، موجها كافة المكاتب باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوفير الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين. إلى ذلك، التقى محافظ محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم عدد من مشايخ قبائل آل فضل، وكرس اللقاء للوقوف أمام المستجدات الأخيرة التي وصلت إليها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في متابعة وقف الاستحداثات التي يقوم بها عدد من المتنفذين بغرض الاستثمار وغيرها في الأراضي المحاذية لمحافظة الحج، حيث وضع محافظ المحافظة المشايخ أمام آخر المستجدات الحاصلة بهذا الشأن والمتمثلة بمذكرة وزارة الإدارة المحلية التي طالب فيها بوقف أي أعمال واستحداثات حتى يتم وضع المعالجات من قبل الجهات المعنية. من جانبهم، أكد مشايخ قبائل آل فضل تضامنهم مع الإجراءات التي تتابعها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في متابعة وقف الاعتداءات على أراضي المحافظة. دشنا بالعاصمة المؤقتة عدن صرف مرتبات 6 أشهر لعدد 1240 شهيد وجريح بمحافظات عدن، لحج، أبيان، الضالع. وأوضح وكيل شؤون الشهداء والجرحى علي النوبة أن إجمالي عدد المستحقين صرف مرتبات 6 أشهر 1240 شهيد وجريح بمحافظات عدن، لحج، أبيان، الضالع، وذلك وفاء وتقديرا لتضحيات الشهداء والجرحى الذين لهم دور بارز في الدفاع عن الوطن. وأثنى الوكيل النوبة على الجهود الحثيثة لوزير المالية ومحافظ عدن، فيما أشاد وكيل محافظة عدن رشاد شائع بالجهود المبذولة لإنجاز صرف مرتبات الشهداء والجرحى والتي ستسهم في التخفيف من معاناتهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، مؤكدا حرص قيادة السلطة المحلية على رعاية ودعم أسر الشهداء والجرحى الذين لهم الدور البارز في تحقيق أمن واستقرار الوطن ومكتسباته. اليوم طبعا لنا الشرف بحضور صرف مرتبات شهداء وجرحى عدد 1240 لكل من محافظة عدن ولحج وأبيان والضالع، وهذا الذي جاء تتويجا لقرارات فخامة رئيس الجمهورية المشير الركن عبد الرب منصور هادي حفظه الله، وأيضا تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. وطبعا اليوم صار التدشين هنا في عدن، وسيتم البدء غدا في المحافظات على لحج وأبيان والضالع. لا ننسى بالشكر أن نخص الشكر وتوجه الأخ أيضا الأستاذ سالم مبريك وزير المالية على تجاوبه معنا في هذا العمل الإنساني، ولن ننسى أبدا جهود الكبيرة والجبارة الذي بذلها الأخ محافظ عدن الأستاذ أحمد حامد الملس، مشكورا بالمتابعة والمثابرة لإنجاز هذا العمل الإنساني. إلى مأرب، حيث دشن وكيل المحافظة لشؤون الإدارية عبد الله الباكري حملة توعوية بيئية في مدارس مديرية مأرب المدينة ينظمها فرع الهيئة العامة لحماية البيئة، وتهدف الحملة إلى نشر التوعية في أوساط المجتمع عن المخاطر البيئية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد الجداسي. دشن مكتب الهيئة العامة لحماية البيئة حملة توعوية في مدارس المدينة بالتزامن مع اليوم الوطني للبيئة. وكيل المحافظة عبد الله الباكري أكد أهمية الحفاظ على البيئة وتكثيف الحملات التوعوية في أوساط المجتمع لمحاربة الظواهر السلبية والمخاطر البيئية. نظافة في مدرسة بلقيس بمناسبة اليوم الوطني لحماية البيئة. وهنا حقيقة نؤكد على نظافة بيئتنا، منازلنا، شوارعنا، مدننا، مدارسنا، وهو الأهم من ذلك أيضا الذي نحن نؤكد عليه أنه لابد أن نهتم بتشجير المدارس
لابد بأن نشجر شوارعنا. وحنا نشكر حقيقة جهود الأخوة في صندوق النظافة والتحسين ما يقوموا من جهد. الحقيقة أنه يحضرني اليوم هذا أنه أنوه وأؤكد على الأخوة أو على الأصدقاء في المنظمات الدولية العاملة في محافظة مأرب أن تطلع مسؤوليتها في حماية البيئة. في نحن هم أتوا من أجل دعم للنازحين وتقديم شيء خدمات إنسانية ملموسة. مدير عام فرع الهيئة العامة لحماية البيئة المهندس أحمد العبادية قال أن الحملة تهدف لتوعية المواطنين بقضايا البيئة لتغيير السلوكيات الخاطئة وتعزيز المفاهيم الصحيحة لدى الفرد والمجتمع. في هذا اليوم الأغر تحتفل محافظة مأرب بتدشين اليوم الفعاليات اليوم الوطني لحماية البيئة الذي يصادف 20 فبراير تزامنا مع احتفالات بلادنا باليوم الوطني من 20 فبراير من كل عام. والاحتفال بهذا العام بشعار تحت شعار معا للتخلص من التلوث البلاستيكي، نظرا لنتيجة البلاستيك ما يؤثر على صحة الإنسان وخصوصا عند استخدامه في الأطعمة وفي حفظ الأغذية، إضافة إلى ما الاستخدام العشوائي للمواد البلاستيكية التي انتشرت في البلاد بشكل مخيف جدا وأثرت على كثيرا من النظم البيئية بما فيها ذلك المسطحات المائية، وإضافة إلى أن هذه البلاستيك لا يتم إعادة تدويرها في البيئة بسهولة وبالتالي أصبحت عبئا على البيئة. فأتى هذا اليوم يحمل شعار معا للتلوث معا للتخلص من التلوث البلاستيكي. الحملة التوعوية بقضايا البيئة تمثل أهمية كبيرة للحفاظ على صحة الإنسان وحياة الفرد والمجتمع. لقناة عدن الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب. إلى حضرموت، حيث كرم مكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بوادي حضرموت والصحراء بسيئون موظفين مثاليين على مستوى مديري الإدارات ورؤساء الأقسام وبقية الموظفين وعاملي الخدمات بالمكتب عرفانا بجهودهم المضنية وإخلاصهم في العمل خلال الفترة الماضية. وفي التكريم أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديرية الوادي والصحراء عصام الكثيري أهمية التكريم في رفع معنويات الموظفين وتشجيعهم على الإبداع والتميز والمثابرة وتحسين مستوى الأداء خصوصا في هذه المرحلة الراهنة التي تستدعي تكثيف الجهود والارتقاء بالأداء نحو الأفضل. بدوره أوضح مدير مكتب الخدمة المدنية بوادي حضرموت والصحراء إبراهيم الهدار بأن التكريم تقديرا لجهودهم وتحفيز بقية الموظفين على التنافس في إنجاز الأعمال المناطة بهم. دشنت الجمعية الكويتية للإغاثة مشروع توزيع مياه الشرب لمخيمات وتجمعات النازحين في محافظات عدن والحديدة ولحج والضالع لمدة 6 أشهر، والذي يستمر من شهر فبراير حتى شهر يوليو من العام الجاري. أوضح نائب مدير الجمعية الكويتية للإغاثة الدكتور عادل بعشن أن المشروع يهدف إلى إعانة النازحين من خلال توفير مياه الشرب للنازحين. هذا وتسعى الجمعية الكويتية إلى تقديم حلول مستدامة متنوعة لمصادر المياه كحفر الآبار وبناء الخزانات وإنشاء الشبكات المائية وتوفير الطاقة الشمسية ودعم البنية التحتية، والذي من شأنه التخفيف من مشكلة نقص المياه. اليوم نحن في محافظة لحج مخيم عتيرات برعاية اللواء أحمد عبد الله تركي ندشن توزيع المياه الشرب لمخيم عتيرة لعدد النازحين 160 أسرة بعدد 600,000 لتر لمدة 6 شهور. هذا المشروع مقدم من الجمعية الكويتية للإغاثة ضمن تدخلاتها الإنسانية في محافظة لحج، وبدورنا في السلطة المحلية والوحدة التنفيذية لمحافظة لحج نشكر الأخوة في الجمعية الكويتية على هذا تقديم هذا الدعم. ليس بقريب علينا الجمعية الكويتية، طبعا لها كثير من بصمات العمل الخيرية والإنسانية في محافظة لحج في مجال كثير في عدة مجالات، في القطاع الصحي في التربوي وفي مجال المياه وغيرها. مهندس عادل المختار، قسم البرامج والمشاريع في الجمعية الكويتية للإغاثة. اليوم تقوم الجمعية الكويتية للإغاثة بتدشين مشروع توزيع مياه الشرب لمخيمات وتجمعات النازحين. هذا المشروع يستهدف 4 محافظات، هي محافظات عدن ولحج والضالع والحديدة. هذا المشروع يأتي كاستجابة طارئة لتوفير مياه الشرب للنازحين. تم اختيار هذه المخيمات وفقا لمعايير معينة وبالتنسيق الكامل مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وكذلك مع الشركاء من المنظمات الدولية.
هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة من المشاريع التي تقدمها الجمعية الكويتية للإغاثة للشعب اليمني كمساعدة لهم وللتخفيف من المعاناة. نأمل أن يوفر هذا المشروع المياه الصالحة للشرب للنازحين ويخفف من معاناتهم، ونأمل التوفيق لهذا المشروع والتسهيلات اللازمة لضمان نجاح المشروع واستمراره. ناقشت مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج العربي واليمن آنا باوليني مع القائم بأعمال الأمين العام للجنة حفيظ الشيخ وبطاقم الوظيفي بعدن سبل تعزيز العلاقة بين اللجنة الوطنية اليمنية لليونسكو والمكتب الإقليمي بالدوحة وكيفية إعادة مسار العلاقة بين الجهتين إلى أطورها الصحيحة، كون اللجنة اليمنية تمثل قناة الوصل الرئيسة بين اليونسكو ومكاتبها الإقليمية وبين الداخل اليمني، مشيدة بالجهود التي تبذلها اللجنة للحفاظ على مكانتها وعلاقتها بالمنظمات الدولية العاملة في بلادنا. الخبر الأخير، كثفت الفرق الميدانية في حملة التحصين ضد شلل الأطفال في مديرية المخا بمحافظة تعز حملات التثقيف والتوعوية للمواطنين بأهمية أخذ أطفالهم للقاح وعدم حرمانهم من التحصين. مزيد من التفاصيل في التقرير الذي أعدته الزميلة نعائم خالد. تميز الحملة الطارئة لتحصين ضد شلل الأطفال في مديرية المخا والتي تشمل محافظة تعز بفرق ميدانية وثابتة. النزول الميداني لمدير عام مكتب الصحة والسكان بتعز الدكتور راجح المليكي ومدير عام مكتب الصحة والسكان بمديرية المخا الدكتورة سميحة عبده مع الفرق الميدانية إلى مراكز تعتبر المراكز الممتنعة عن التجاوب مع حملة التحصين ضد شلل الأطفال وتعتبر مناطق موبوءة بشكل مباشر مع تحصين الأطفال في المدارس والتوعية المباشرة. أن هناك مناطق رفض في مديرية المخا اتجهت اليوم أنا والأخت الدكتورة سميحة مديرة فرع مكتب الصحة في المديرية إلى بعض هذه المناطق لغرض الالتقاء بالأهالي بالمواطنين بالأخوة مدراء المدارس لعملية التوضيح حول أهمية إعطاء أطفالنا اللقاحات وبالذات مع ظهور رابع حالة أمس إيجابية في محافظة تعز. ما زلنا نعاني من إشكاليات عدم وجود وعي للأسف لدى بعض المدرسين ومدراء المدارس، وبالتالي نناشد الأخ مدير عام المديرية والسلطات في مديرية المخا بالتعامل بحزم مع بعض الجهات الرسمية المتمثلة في بعض مدراء المدارس وبعض المدرسين من حكاية التحريض ضد الحملة ومنع الأطفال من أخذ اللقاحات حفاظا على سلامتهم. طبعا دشنا الحملة لشلل الأطفال نتيجة لظهور بعض الحالات في شلل الأطفال في المناطق المجاورة، نتمنى من الجميع التجاوب. طبعا المستهدف حق المديرية المخا 9500 140 فريق عامل مقسمين ما بين 64 فريق متحرك و12 فريق ثابت. في بعض المعوقات واجهناها بالميدان نتيجة بعض الأسر رافضة للقاح، نتمنى من العقال والخطباء وجلسات التوعية تؤدي دورها بشكل فعال لنجاح الحملة. حملة وطنية طارئة ضد مرض شلل الأطفال طبعا من منزل إلى منزل، تكمن أهمية هذه الحملة وجود حالات إصابة مكتشفة في نتيجة لما نعاني من الحرب تحت الأطفال ما يأخذوش تلقيحات، وهذا مع وجود في بعض المناطق في يرفضون اللقاحات من ظهور هذه الحالات. والآن هذه الحملة من منزل إلى منزل مع المدارس ورواد الأطفال، وبالا انها توجد بعض الرفض في بعض المناطق في مديريه المخام مثل منطقه الخضراء، ولكن تواجد مدير مكتب الصحه بمحافظه تعز ومديريه مكتب الصحه بالمديريه مع التنسيق مع مدير التربيه حاليا ممكن انهم يصلوا الى حل حتى يحصل كل طفل على اللقاح، نقدر نصل نحن الى كل بيت والى كل مستهدف حتى يتم انتشال هذا المرض. بعد تدشين حملة التحصين الطارئة لشلل الأطفال في مديرية المخا هناك طواقم متعددة تشتغل بوتيرة عالية من أجل إيصال اللقاح من بيت إلى بيت، رغم وجود مناطق رفض ولكنهم مستمرون في إيجاد حلول لهذه المشاكل والاستمرار بالتحصين. نعيم خالد، قناة عدن الفضائية تعز. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة المحلية قدمناها لكم من قناة عدن الفضائية، نلقاكم في النشرة القادمة وفي أمان الله.